يا الله الله يا الله الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله كاكم دبات قدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من دين نوم بلن الله حافظوا على الصلوات باتك على المؤمنوش عم مستوق الصلاة تطبقوا مالت يو جزيون تطبقاتشو سجدوا بسولاي قطعين نتيا اللو إبادة فصمو اتقوارطو يلدنال عندنا حفظ بلو مالت مانينياونم صلات ساسالف كل غزي عند ور بصلات لاي ليلاون ور ديمو صلات تو سايون كل غزي ما دام حياتكم صلاتن طبقو وين ما ديلم حافظوا على الصلوات مالت صلاتن ادابون شروطن اركانون فقاهوچو ياندندو اسقمطوالنا يانن طبقاچو سجدو خشوع ያለው ሶላት ስገዱ ሶላትን ተበቀው ብሎ ማለት ሹሩጡም አርካኑም አዳቡም ኹሹኡም ሲገኝ ነው። ይሄ ኹሹኡ ከለለ በተለይ ሶላትን ተበቀ ማለት አይቻልም። ረሱል ማለት ሶላት ወሰለም እንደነ ያሉት አልኹሹኡ ሩሁ ሶላት ነው ያሉት። የሶላት ሩሁ አንድ ሰው ጀሰዱ መንቀሳቀስም ይችላል ህይወት ሩህ እስካለው ድረስ ነው። ሩሁ ስትወጣ ጀሰዱ መንቀሳቀስ እንደማይችል ሁሉ አንድ ሰው ደግሞ ሶላት ባግባቡ ሰገደ ሊባል የሚችልውም خشوع الله صلاة سيهونه خشوع الله صلاة كالهونه يوزن بلو جسدون بلا روحنه يمي بالونا حافظوا على الصلاوات سيل يهن هلو عدابون خشوع انتبقاتشو سجدو والصلاة الوسطى صلاة الوسطى مكاك اللي متقي صلاتنم يهن من بلال دمو تخصيص بأدي التأميم نداتك علي حافظوا على الصلاوات عم مستوقع صلاة انتبقاتشو سجدو والصلاة الوسطى صلاة الوسطى ما الناس يميلون ودي سبات قول الله شو مفسروتشو صلاة الوسطى صبحينات يعلم مالو كصواب في تيشا بهالا زهور سلالة زهورنا وقدميا صبحي بهالا عصر سلالة يعلو اللو عصرنا يعلو اللو مغربنا يعلو اللو إشانو يعلو اللو جن كذو كلو أنا وصلاة الوسطى مالت عصرنات يميلونه. رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة الوسطى ملأ الله قلبهم وبيوتهم نارا الله قاتلاشونا صلاة العصر شغلونا بلو لزن ساعات خندق يقفروا بالو غزي يالفو صلاة ما نبر عصر نبرنا سلازي صلاة الوسطى يالون حديثم سلمي ديقف والصلاة الوسطى صلاة الوسطى نمتبقوا مستوقع الصلاة بتليم صلاة الوسطى عصر نمتبقوا إلى እንግዲህ ስካሁን የነገረን ስለ ጋብቻው ስለ ፍቹ ያን ሁሉ ብሎ ደግሞ ወተቁላህ ያለን ነበርና አንድ ሰው በመሐበራዊ ኑሮም ይሁን ካላህ ጋር ባለው ግንኙነት ይሄ በኢባዳውም ይሁን እስቲቃማ እንዲኖረውና ትክክለኛ እንዲሆን ምን ያስፈልገዋል? ሶላት መስገድ። ሶላትን አጥብቆ የሚሰግድ ከሆነ ቁርአኑም እንደሚለው ኢነስ ሶላተ ተንሃ አኒል ፈህሻኢ ወል ሙንከር ነው። صلاة لله اللهم فرطو تنانسو شرط انتبقو يمي ساقديسو ليلوش ونجلي يدفر المال تاسشقارينو برسولم قزي عليه الصلاة والسلام يهونا سونا برنا صلاة ساقدي على الهلال قن جو سرعات يلوم يجلا عمل اللبتي الجامل مات يوم مسرق مالتنا وليلا نقر يلومنا اندي تشالا لسلواتشو رسولو تابقو تنهاه الصلاة صلاة تكالك لو عليك سيلو اندهو سي ساقد منسيل منسيل بحالا دي لمسرق كتلايو قبائحوش كتلايو منكراتوش شلو راسون ما عقب جمرا اندازوم للام تاريخ اندي مزقبو اندي تا اللهان فارسيت نبرجنا ادنا سوش يا اللهان كالفرو تلايو مطفو نگر مطفو تقبار
اللهن فرينات اللهن فريادة لش ميملون عليه لم يوت نسوا تمارا كبت نسميتها شو نونا ملقوانا يتو اللهن فرينات مؤمناتنا لما طفوا الشريعة الإسلامية لما يفلقوا نجر راسوا عند تزجاج اللات ستأيقات سؤالي مو اللهن فريات هكية سلنا برج بالوام ده هو اللهن فري هكية نبرونا للكف باتشون براسبو السؤال من دينو علشو የምትለው ነገር አሁን የሚሆን አይደለም እንዴው ይሄ ይሁን እንኳን የምትል ከሆነ ከባሌ ጋር አምስት አውቃት ሶላት ለ40 ቀን ምንም ጀማዓ ሳታሳልፍ ስገድና ከዛ በኋላ ሲንጠያየቃለን አለችው እሱም እንግዲህ ያፈቀረና ያበደም አስቸጋሪ ነውና ያችን ሶላት የሚሰግደው እሷ 40 ቀን ሲያልፍ ያ ጥያቄ መልስ ያገኛል ብሎ ተክቢራተል ኢህራም እንኳን ቢሆን እንዳታልፍ ብለዋለች ዘም ደሞ ሸርጡ ነው ከዛ ሲሰግድ ምንሲል 40 ቀን ሲያልፍ ስትለው አይ ትቻለሁ አለ በቃ ያለ ወዲህ አሁን ያስፈልግም የሷን በህክማ ነው ያስገባችው ዞርበል ምንበል ማለት ትችል ነበር መጀመሪያ ይሄ ሰው ወዲህ ኢባዳ ከገባ ሶላትን አጥብቆ ከያዘ ከቁርአኑ ጋር እንደሚሄድ እነ ሶላተ ተንሃ አንል ፈሻኢ ወልሙንከር ያለው ነው ሰው የተረጎመችው እንጂ ከ40 ቀን በኋላ ለመስጠት አስባ አይደለም ሰው ቢሆን ይሄን ወንጀል ቀሱዳ አይደለም ያው ከዛ በኋላ አርግፎ ይተዋል የሚል ነገር ስላለ ብዙ ክስተት አለ አላኩል ያህል በሶላት ላይ ተናንሶና አላህን ፈርቶ የሶላትን አዲብ ሹሩጡን ጠብቆ የሚሰግድ ሰው ሌላው ላይ አይዳፈርም ሶላት የሚከብደው ሰው ደግሞ ሌላው ወንጀል በጣም የበለጠ የእንትን ነው የሚልለትና حافظوا على الصلوات ሁሉንም የሚታዘዛችሁትን ማእሙራቱን ለመፈጸም መንህያቱን ለመከልከል والصلاه الوسطى ይሄን ብሎ ደግሞ ምን አለ ወቁሙ ሊላህ صلوا لله قانتين اهونم دگمو خاشئين طبقو يالوم بزاين التفسير بيتفسرم بابزهانيو حافظوا على الصلوات مالت اندا تاسالفو كهونا وقوموا لله قانتين على ما سالف بتشا سايون سسودم تنانساچونا اللهن فرتاچو ادابون طبقاچو سجدو نو ميلنا الله غري صلاتم تكبد يالچ وانها لكبيره الا على الخاشعين بلون بليلهم ايات سلاجلصو مال الصلاه الله لم يفارسوش قال هنا بستقر كبار نو انا عائشه بفسروا صلاه الوسطى مالت ما نو كتباله والصلاه الوسطى صلاه العصر يميلون وسلوال وقوموا في الصلاه لله قانتين اي خاشعين اللهم فرتاچو تنانساچو سجدوا الىنا لاشي فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ان ايه بخشوع بخضوع بأدب مسجد عند نزيد مو يتلايو ادغاوش سيفطروا بطورنت غزي سويه ويم የሆነ ወንዝ ሳይሻገር ጎርፍ የሚወስደው ከሆነ ያን ቶሎ መሻገር ካለበት ሶላቱ የሚያልፈው ከሆነ ተላየ ነገር ያጋጥማልና فإن خفتم የሆነ አደጋ ምትፈሩት ካለ እንደዛ ተናንሶ አንድ ቦታ ቆሞ ሰውየው አዳቡን ጠብቆ ቢላ አደብ ቢልኹሹ ወልኹዱ ለመስገድ የተላዩ ክስተቶች ጂሃዲም ላይ እንበለው በተላየ ምክንያት ሊፈጠሩ ይችላሉ فإن خفتم فصلوا فرجالا أو ركبانا እንግዲህ አሳልፉ አይደለም ያለው አሁን ሶላተል ኸውፍ በተለይ ብዙ ከይፊያ አለው ከሃያ የበለጠ ከይፊያ ያስቀምጣሉና ፉቀሃዎችም እንደሚሉት የሶላተል ከይፊያ ሶላተል ኸውፍ ላይ የተለያየ ከይፊያ አለው ካንዲ ኢማም ጋር አብረን ሰግድ ያለን ካሉ በምን አይነት መልኩ ይስገዱ ብቻቸውንም ከሆኑ እንዴት አርገው ይስገዱ የሚለው በጣም ሰፊ ማብራሪያ የሚያስፈልገው ስለሆነ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فصلوا بفلو رجال مالت جمع راجلين رجلا رجال رجالا بغراچو يهرياچون بيهون ويم بغمالم ليهون يشلال بفرسم لاي هونو فإنما تولوا فثم وجه الله عند التبالو بزاينت ملكو انغدي اقمو بفقدي قبلة لي يطبق يشلال ما يتشال كهونا ياننياوم راسو ليقار يشلالنا يزان ساعات كن يهدو يهي በአዲያም መስገዱ ስለማይቻል እንደዛ አይነት ከተከሰተባችሁ ይሄዳችሁ መሆነ ይገለባችሁ ስገዱ فاذا امنتم ማለት የሚያስፈራው ነገር የሚያስጨንቀው ነገር ሲወገድ ሰላም ከሆናችሁ فاذكروا الله
الله انذكروا مالت فصلوا لله اهم ذكر يتفلقبت صلاه نزلينا فصلوا لله لله بلاچو سجدوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون سو صلاه من اندهونه خشوع انديت نو خضوع انديت نو اداب انديت نو ركوع انديت نو سجود انديت نو قيام يعني كله ياقم نبر يعني علاوقون مسطت يمو تلك نيمانونا شجر سيكست يا شجرو لأن الضرورات تبيح المحظورات اللي ميبالو يهدم يقلب مسجد تفقدو نبر يا سي وقر ديمو دي نبراتشو فإذا أمنتم كذاك كم يسفروا نقر نسعى ستونو فاذكروا الله ذكر الله يو قراءة القرآن مال تكبيرا ومسلا الله صلاة ذكر سلام الله صلوا صلاة الأم نانتي ترقاقنا قدم دي تبالو وقوموا لله قانتين دي تبالو خشوع الله عذاب الله صلاة سجدوا كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون ونتنو صحابة الكرام منهم كذو وديها اللهم سو قال تمارنا الله قال ستو بستقر صلاة انديت نو ميسجدو من دين نو يميلو نمياقو نغير يلم جن يا صلاة عذاب سيمار انديت بلو محرم اندي يالبت ركوع انديت مارق اندي يالبت رفو انديت اندي هنا يا هلو يمارالنا لك اندي متاقوت صلاة الخوف كمسجدياچو بفيت اندي نبرو ادرغاچو سجدو شجرو كتوغدي منم شجر بلا لبت مياسچنق بلا لبت مياسفرا بلا لبت صلاة است هونو جن خشوع يللك هنا يتعززون باقباب والسراء مالتنا الشيء والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. يا راني نبروم سلام الدين وسلاسيت وش مفتات ኢዳቸው እንዴት መቁጠር እንዲያለባቸው አንድ ሰው ደሞ ሲፈታ መህሩን እንዴት አርጎ መክፈል እንዲያለበት ያወራን ይያለ ጁምለተ ሙዕተሪዷ በመሐከል ስለ ሶላት ገባ ይሄም ሙዕተሪዷ ነው ማለት ሳይሆን በተዘዋዋሪ ስናየው ያጠናክራል አንድ ሰው ሲቶችንም ላለመዘለም ቅድም እንዳልነው ወረቤትንም ላለመዘለም ራሱንም በወንጀል ላለመዘለም ሶላትን በአግባቡና በሸርጡ መስገድ ስላለበት እሱን ተናገረ ለማንኛውም መሻቅ ለሆነ ነገር ሶላትና ሶብር መዲሃኒት ስለሆነ ወስተዒኑ ቢሶብሪ ወሶላ የሚልም አያት ስላለ ስለዚህ ሶላት በሐቂቃ ስናየው ከዛኛው አያት ጋር የሚያያዝ እንጂ እንደዚህ ከዛ ጋር የማያያዝ ጅምላ ነው ማለት አይቻልም አሁን መልሶ ወደዛው መለሰና ምን አለን والذين يتوفون منكم ከናንተ ውስጥ እድሚያቸውን የጨረሱ ወፋት يتسطون دمي 50 عامتم 60 عامتم 80 عامتنم قرسو ودي اخيره يميهدو سوش ويذرون ازواجه بتدار لاي هونو ميستوچ يالاچو وصيه لازواجهم بنسو لاي لميستوچاچو منازز گديت አለባቸው وصيه قالت ايه انگدي الى الحول عامت درس لنسو نفقا ميهون عامت درس ልብሷን እንዲያትቸገር አመት ድረስ ከቤት እንዲያይወጡ ይሄን ተናዘው ይሄን አመሻይተው ማሞት ግዴታ ይሆንባቸዋል ሞቱ ምልክቱ ሲታይ ሰው የሚናዘው ሞት ከመጣ በኋላ አይደለም የሞት ምልክት ሲታይ ግን ተናዘው ማሞት እስከ አመት ድረስ ለሴቶች የሚሆነውን አስቤዛቸውን እስከ አመት ድረስ ይሄን አርጉላት ይሄን እንዲሆንላት እንዳታስወጧት ተንከባከቧት ብሎ ተናዞ መሞት ለሴቶች ግዴታ ነው ይላል እንግዲህ ይሄ አያት አሁን በቲላዋ ስናየው ሙተአኺር ነው ግን በሁክሙ ስናየው ያለፈው አያት ነስኾታል አንደኛ መጀመሪያ ሴቶች ኢዳ የሚቆጥሩት ሌላ ባል ለማግባት አመት ተጠብቀው ነበር አመት ኢህዳር ነበረባቸው ያኛው አያት ባለፈው የቀራ ነው ምንድነው ያለው والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة
አራቱር ካስር ቀን ተብሎ ተሻሽሏል ይሄ ቁርአተን ቁርአን ነው ይቀራል ህክቡ ግን በዛ ተሻሽሏል ሁለተኛ ለሴቶች ደሞ ወሲያ የሚለው ረሱሉ ላወሲየተ ለልዋሪስ ብለዋል ባልየው ልጅ ካለው ልጅ ከለለው ምንድነው የሚدرسات የሚለውን ራሱን ይሻለ ደሞ የውርስ ህግ ስለወረደ አሁን ወሲያ ማይወጅበትም ከቁርአን እንግዲህ ለፍዙም كذلك تلاواهم حكمهم يمين نسخالة حكمه تنسخو تلاواو اهو اندهي آيات يمين كارالة يهنين يو حكمه تنسخو تلاواو يال تنسخة السن بمعراتاتشن ثواب يجيني بطل جين يهيك قبل النسخ ينبر حكم سلوهنا سيتوشم آمت ما تبق اي تبق اباتشم السن لسيتوش آمت يمينهون نگر تنازوم هج اي تبق اباتم سلازي هي زرو زرو قبل النسخ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول يا من نازلت من دينه عامة الدرس للنسو يمتقموا بثنقر لعمت أسبيزا ليهوني شلال لبس ليهوني شلال غير إخراج تيمو كازا كارلو بكسوكنا كبيت سايوتو فإن خرجنا براسا شوقن بيوتو فلا جناها عليكم يهيل لا مواچو بتسب فإن خرجنا سيتوج فلا جناها عليكم مالت فيما فعلنا في أنفسهن من معروف شرب بمسارو ملكو والتولى التلاي محرمات نقر ما يقالتو كهونا إن أنت يمواش بتسبوش بالنزا سيتوي تتأياك وشار الله شهوم نوملو قن والتو شريعك ميفاد وج مسارو مهونا شون خاوقو يعني منكرات ما سوقد يعني مكلاكل قديتا يهون باشوال وإما للم فإن خرجنا فلا جناح عليكم مالت بأنه بقضوات وشولاي بحكام وشكالو نزدعي وشكالو نانتا حبرات السابون مكتاتل قديتا لباشو مالتنا وعند سو دعين ايكالا يشاري آمرين ايكالا سيتوش من يسارونو مستوش بالوشاشو يموتو سيتوش إدعو مسكميال قدرس شريعة الإسلامية بميازو ملكونو يهدو يالوت شريعة بميازو ملكوهنو لنسو يتسطاتشون مبتاهون سوكنا تسطواتشون براساتشو فقاد يمشالن كبتسبوشاشن غارنو كوان ديمية كهتية كناتية كاباتية غار بلو بيوتو منم لاين ورباتشو يشلال جن ياو كهبرتا سوبو غار عبرو يمين ورو اسكوهنو درس شريعة كميفأدي ويش يتسرامهنو كاووكو زم ميلوكوهنو جنحال يالنو ياو أقماتشو بفقادو شارعون داس قمتو مرة آمينكم كارن فلو يغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ملو تراوي متان منكرات كالة عالمي هونسو بمسجد قومو باقات أمو كذلك ينقر يتسرانو مقوما اللبت بلو لمكر شلال سلطانو ميادر سو كهونا ديمو دي موسري اللبت نرمجال وصل شلال يا كال هونا ديمو بيانس شريعة الإسلامية يتتعسنو هجو كملا وجه يتسرّان وبلو بقلب ما طلعت ينور بطل أو من كراسي السرّام على تنو سلزه فإن خرجنا فلاجنا عليكم من ملو ما ننو يملو مفسروش تلا يسكم طال يبال بتسوّش ناشو عيدلهم قضاءت وش ناشو عيدلهم مصلحنا النيال وسوّج وهلم يهبر تسبو لجوش يمسرط ليا عندن بملكة ما على تنو سيت لجوش هون من يسرّنو بتبرتبيت من يتسرّان وبكبابي بس رازوريا من يتسرّان كذلك يعنينا أتنطو يعنين سبسبو إمامم كهونا بخط مولاي إمامم كالهونا باقين يو أقات آمي بتشالو لك لليلاونا قرن ديمي ما كاكرهولو بدر ليهوني شلال بتلايي بقوربيت ليهوني شلال موات مناقر سلال لبت ياقين مطفوهونا نقر يتسرهولو زم ميلكوهونا براسو تتأياك إنا سلمين وربت شارعو بامي فأدو مالكو كسرو نزبالو شاچو يموتو باچو سيتوش براساتشو يراساتشو مبتي هونون كتاو كشار غار تاي تنتبولو يتايال بزا تمزنو شكر كالالو شكر الله ملال الله والله عزيز غالبنا في كل الأمور ينتقيم من خالفه يعو لالاتو مشمنن باي مسلوم شريعة الإسلامية كميسارا وش ميساران الله كتال حكيمون تبابين ياي هونانو ما صالحون مياقو سنو ليان لهان لعززبت الله إن يان سيعزن سيكالكلن لسولج ياندانو مصالح اللو ياندانو منكرات وچو سيكالكل سولج في الدنيا والآخرة يميت أكام باتنجي
መጠቀም ያለበት ጥቅም እንዲያገኝ አይደለም አላህ የሚከለክለው አንድ ነገር አላህ ስራ ሲለው ለሱ في الدنيا والآخرة የሚጠቀምበት ነገር ሆኖ እንጂ አንዳንዱ በአኺራ ብቻ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ في الدارين نفع ይኖረዋልና የኔ ጥበቡ ማዛችሁን መስራት መከለክላችሁ መከለከል ለእናንተ ጥቅም ነው ያንዳንዱ የራሱ መስለሐ የራሱ ነፍ አለው ይላል አላህ እንዴ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين اللهم وللمطلقات لا تفتو سيتوش متاع مالت الناس ما يتمتعون به يمدستوبت متاع بالمعروف اكن بفقدي حقا على المتقين اللهم بميفارو سوش لا يه ما يتمتعون به مستت جدتا نو علباچو هلال ازم لا مفسروش اهو مندنا يسقمطوت نزه قبل الدخول يتفطط ناتشو ويم مهر يالتطرا لاچو ناتشو يالو نبرو يهي جن مطلق مارغو خير نو بلوال لمن لينورات يشلال مهرم ليسط يشلال مانينياوم فچ لاي اقم كفقديو كذا بهالا سوال ياسدسات يميشل جديتا تساسبو يالش يهم بيتشا نو مهرم مسما 10 شبر نو 5 شي نو بيتشا سايون صفاتا سوا قلبا تصبروال አዝናለች ትልቅ ሙሲባ ነው በትፈልገውም እንኳን መጨረሻ ላይ ወደ ተግባር ሲገባ ትዳርን አፍርሶ መሄድ በተለይ በትዳር ላይ ለኖሩ ሴቶች በጣም አስቸጋሪ ነው በትዳር እንደፈለጉ መኖር እንትም ብለው ራሳቸውን ችለው ሲኖሩ ካነበረበት ወደ በተሰብ ጥገኝነትም ሲሆኑ የሚሰማቸው ነገር አለ ለዛሂር እንኳን ባይታይ ስለዚህ ለነሱ ሊያስደስታቸው እንዳይቸግራቸው ይሄ ይሁንሽ لبس اللي هون يشلال بر اللي هون يشلال ليلا اللي هون يشلال ليالو كالله ماكينا اللي هون يشلال بيت اللي هون يشلال حقا على المتقين بالمعروف سيلغن اندياقمو نو يا جديتا عندو كفال يتبالون عندو كفال ايبال منجي نانتا الناس اللي يدساتوبت ميشلوتن مسطت ايه لنانتا اسفلاجي نو يلال مسمى محرم مسمى كلل قبل الدخول كهونه يعني ياو بالفو تناغروال جديتا نو كذا وجهي جن የሚገባትን ከሰጣት በኋላ ያለው ዋጅብ ነው ባይባልም አላህን ለሚፈራሰው ግን ለነሱ ለዛ ለተሰበረው ቀልባቸው ጀብር የሚሆን ነገር መስጠት አስፈላጊ ነው ያው በተበሩ መልኩ ነው የሚሆነው ግን ሐቀን አለልሙተቂን ሲል ዋጅብ ነው ማለት አይቻልም ሁሉንም ነው ከተባለ ደው የሚደሰቱበት ሰጣችሁ ከኔ ይቅርብኝ በቃ አንቺ እና የወለደሽ ልኮን ትችላለች አብሮ ለብዙ አመት ያሳልፎ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፍቹ ተዳሩ ፈረሰ አይደለም በቃ ይሄንንም ትቸልሻለሁ ይሄንንም ሙሰጂ ይሄን አርገላሻለሁ ቢል ይሄ እንደ አላህ የሚያገኘው ወላ ተንሰውል ፈድላ بينكم ያለውም አያት ስላለፈ አጠነከረው አላኩልህ ተዳር ሲፈርስ ብዙ ነገር ስለሚኖር መዞላለምም ስለሚኖር እሷም የሱ ያልሆነው ነገር ካልወሰርኩ ብላ ሪኩሪ ብላ ተላየ ነገር ሊፈድላት ይችላል እሱም በተላየ እሷም ሆኑን ያወቀ የሚያስቀር ከሆነ ይሄ መዞላለም ስለሆነ በተደጋጋሚ ነው አላህ የተናገረው በተለይ ባሁን ሰዓት ላይ ሸሪዓተል እስላሚያ ከሚፈቅደው ውጭ ህግ ሊሆን ይችላል ሊፈቀደላቸው ማያቅ ሽማግሌ ሊሆን ይችላል ያልሆነ ቃዲ ሊሆን ይችላል ስለፈረደላት ብቻ ለሴቲቱ ያልሆነ የባሏን የምትወስድ ከሆነ ሐቅ ሆነላት ማለት አይደለም በመደበኛ ፍርድ ቤትም ትክሰሰው በሸሪዓም ይሁን በሽምግልናም ይሁን በተለያየ ነገር እሱ ሳይፈልግ የግዴታ መንጭቀው ተካፍለው የሚሄዱት ያው ዙልም ነው የሚሆነው ሁለተኛ እሱ ደግሞ በተለያየ ህዶ የሚያቀው ነገር ሊኖር ይችላል የሷ ንብረት የሆነውን ወይ እኩል መካፈል ብለው ዞልመው አስመስከረው የሴቶችን እኮ ባዷቸውን አስቀርተው የሚልኳቸው ወይም የነሱን ደግሞ ሴቶቹ ብቻ አይደለም ዞልም የሚሆኑት በአሁን ሰዓት ሲታይ ወንዶቹም ከስበው ምን ብለው ሴቶቹም ይመጡና እንዳን ጊዜ አብረን የሰራው ነው የራሴ ነው ብሎ ያስቀርባታል ዞ አልቀሳ ከመህር በቀር ደሞ ሴቶቹ መጀመሪያ ላይ በተለይ ብዙ ማይገነዘቡት ነገር ይኖራል የትዳር ነገር ሲገቡበት መጀመሪያ ላይ ሁሉም ፍቅሩም ምኑም ገና አለመታያቱም ስለሚኖር ይሄ ነገር ይመጣል ሳይሉ ወይሱ ወይሷ ተዘናግተው ሆነ ነገር ወጥመድ ውስጥ ይገባሉ መጨረሻ ላይ ጸቡ ሲመጣ ግን ላንዱ የሆነ ምቹ ነገር ይፈጠራል ይሄ እንደ ሸሪዓተል እስላሚያ በጭራሽ አይፈቀድም ያለውን እሷም ተሆነ ወይም ትታ እሱም ጨምሮ ሰጥቶ ካልሆነ በስተቀር
መዞላለሙ ያው አላህ ዘንድ ያስጠይቃል የሚለውን ስለሚያመጣ ነው በተደጋጋሚ የሚነግረን ማለት ነው ወሊል ሙጠለቃት ይመታው ቢልማሩፍ ቀደም ባለው በተለይ በአብዛኛው የሚዞልሙት ወንዶች ነበሩ ሴቶች ላይ ያው አቅሙም የላቸውም ከዛሊከም ናም በሚል ንብረቱም የወንዶቹ ስለሚሆን ሴቶቹ ላይ አሁን እንኳን ሴቶቹም ይዞልሙበት ወቅት ነው የደረሰንበት በአብዛኛው ከሰዋለች ከቀን በኋላ ተመጣለ ምንም ያለውል በግዱ አፍንጫውን ተይዞ ያከፍላል ምን ሊሆን ይችላል ያ ግን ተፈረደላት ለሱ ሐቋ ነው ለሷ በቃ ሐላል ሆኗል ማለት አይቻለም እና አላኩል ሐል ሰው አላህን ካልፈራ ትዳሩም የተበላሸ ጉርብትና የተበላሸ ከልጆች ጋር ያለው አላቃ የተበላሸ ከሁሉም ጋር ስለሚሆን ተቅዋላህ ያስፈልጋል ነው ምንና አላህ እሺ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون الله هنا من نقرأ كذلك دي هالفهم هلو دي أبرار هلو يبين الله لكم آياته يعني دانوان أنقذ الله ستاقوي هنو ستفاتون دي هنو ستموتون دي هنو كهالا سيتو يسي قاروكا بالبوهالا هنو من أم ما ينقرأ النقر كويلم إمامنا الشافيين دالوت እኔ ከቁርአን ውስጥ አይደለም ሌላው ቀርቶ የግመል ማሰሪያ ያቺ ኢቃሏ በትጣፋኝ እንኳን ፈልግ እንዴት ማገኘት እንዳለብኝ ከቁርአን ውስጥ መረዳት ይችላልሁ እንዳሉት ለሚገባው ሰው ያልተነገረ ነገር አለ ማለት አይቻለም ከዛው ውጭ አለ የትልልቁ ሞቱ ሰርጉ ምኑ ኑሮ ያይቀርና ትንሽ ነገርም ብትሆን ያቺን አገኛለሁ ከቁርአን ያልተነገረ ነገር ምንም የቀረ ነገር የለም ሐታ ያቺ ብትሆን እንኳን ከቁርአን ውስጥ ፈልግ ማገኘት ይችላልሁ ነው ያሉት እንግዲህ እነሱ ስቲም ባጥዋቸው ኃይለኛ ስለሆነ ማለት ነው አይደለም ያገኙታል እኮ የሙሚናል አያም አንዱን ዓሊም እንዲያላቸው እኮ ነው ማፈረጥና ፊል kitab እናንተ ከቁርአናችሁ የሚለው ቁርአን ውስጥ ምንም ነገር የተውነው ነገር የለም ይላል እና ቁርአን ውስጥ ሁሉም ከተነገረ እስኪ ይሄ እንደው 50 ኪሎ ምን ብለው 25 ኪሎ ዶቄት ስንት ዳቦ እንደሚሆን ከቁርአን ውስጥ አውጣና ንገረኝ አላቸው አንዱን ዓሊም አሃ ይሄን ጠየከኝ አሉና ወደ ኸባዝ ሄዱና ዳቦ ሚጋግሩት 25 ኪሎ ዶቄት ወይ 50 ኪሎ ስንት ዳቦ ነው የሚሆነው አሉ ሰው እነሱ ደሞ ሁሉ ጊዜ ስለሚጋግሩት ይሄን ያህል ዳቦ ይሆናል አሉ መጡና ይሄን ያህል ነው የሚሆነው አሉት እኔ እኮ ንገረኝ ነው እንጂ ከቁርአን ውስጥ ነው ያልኩህ እንጂ ሄደህ ጠይቀህ መጣህ እንዴት ነግረኛ አይደለም አሉ አሃ አሁንም እኮ የነገርሁ ከቁርአን ነው አሉ እንዴት ምን አለ ፈሰአሉ አህለ ዚክሪ ወንኩንቱም ላ ተዓለሙን ማታውቁት ነገር ጠይቁ ብሎ ቁርአን ማን ነገረኝ አሉ ይሄን አላውቅም ከሚያቀው ዓሊሙ ጋር ሄጄ ነገረኝ እውቀት ማለት ይሄ ነው አሉ እና ለያንዳንዱ ነገር ከቁርአን ውስጥ እነት ነው ኢማሙ ሻፊዒ የሚያሉት ማለት ነው እስቲ እንባጥ አላቸው እነሱ ደሞ አቅሙም ስላደረሳቸው ለያንዳንዱ መስአል ለያንዳንዱ ችግር ቁልፉ ቁርአን ውስጥ እንዳለ ስለሚያቁ ማለት ነው ከዛሊካ ይበይኑ ላሁ ለኩም አያቲሂ ግን ይሄን የምትነገሩት ለምን እንደው ለዓለኩም ተአቂሉን ለዓለኩም ተፈሃሙ እናንተ እንድትረዱና እንድትጠቀሙበት አቅላችሁን እንደ ሰው አቅል እንድትጠቀሙ ነው ሰው አውቆ በዛ መስራት ካልቻለ አቅሉ መጠቀም ካልቻለ መስማቱ ብቻ መረዳቱ ብቻ ጥቅም ስለሌለው فتستعملون العقل فيها عقلاتكم باغبابو ليتاولوت يلنا الله لزاريو زي بقىنا ان شاء الله تعززنا كله بتكبار منا ولا الله يادرغن كلهم بحياتنا يمط الله يادرغن يلنا تمنيتن سيمط ودي حالا كمالتم الله يطبقن والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يا الله